صبحكم بالخير أو مسيكم بالخير، ما فيني أترككم، بدي أعطيكم كافة المعلومات اللي بتاخدوها لتاريخ اليوم. هلو، ممكن كتير أنه نائب الرئيس مرشحنا للحزب الديمقراطي رح انتخبه، بس رح اشرح لكم، بس ما عم ندفع ليرة وما عم بعمل فاندريزينج، وعم بيضغطوا علي الماكسيموم الحزب، محتاجين إلى ميل، معركة بدها ميل. ليش؟ لأني مقتنع أنه جو بايدن ما بيقدر يربح المعركة. مين ما رشحنا غيره بنربح المعركة، في ما فينا نربحه. يمكن كتير ياخد معه ريبريزنتاتيف نيبي بالكونغرس الأمريكي، مش بمجلس الشيوخ، بالكونغرس بيسموها ريبريزنتاتيف، من فلوريدا اسمها فال ديمينغز، ممكن مهم كتير إنها تكون معه، لأنه محتاج بده ياخد معه نيب الرئيس، يا إنسان من أبناء الجالية الأمريكية الأفريقية أو من أبناء الجالية الأمريكية من أمريكا اللاتينية سبانيش، مجبور ما عنده خيار وبده مره. ولكن اليوم لتاريخ اليوم، وخلونا نشوف مين بده ياخد نيب الرئيس. بعدني على رأيي بده ياخد يلي هي نيبي بفلوريدا بالكونغرس الأمريكي بواشنطن، اسمها فال ديمينغز. ممكن هون التكت منشوف مندرس، بس لتاريخ اليوم بيربح الرئيس دونالد ترامب للمعركة، وبعدني على رأيي ما بغيره، لأني بقرأ منيح وبعمل أناليز تحليل للي بقروه. خلصنا منه؟ هلا بدنا نرجع لخطايانا. من مقابلة الشهيد الحي كبير الكبرياء كبير الأمة والإنسان مروان حميدة مع الام تي في، منبلش خطوة خطوة. زكرة سمير قصير، أبو السمار نحن منحبك وبتضل بقلبنا، وشهدائنا الأبرار الموجودين فوق إن شاء الله بتكون شايفون، ريمون إدي ونديم دكاش وشيخ المشايخ بيير الجميل، شيخ شباب لبنان وشيخ لبنان، وهالشهداء المهمين اللي روحوا جبران تويني ورفيق الحريري وسمير قصير يا أبو السمر وأنطوان غانم ووليد عيدو والرئيس رشيد كرامي والرئيس رونيم عوض والنائب توني باك فرنجية، الشهداء كل اللي راحوا وزعيم الكبير الكبار كمال باك جنبلاط، كله هذا هلا بدنا نجي له بالحديث. خلونا نبلش بهدوء. 14 أدور أكبر غلطة عملتها بحياتي ما خلقت الشرعية، تعلم منهم من أخطائهم بالشعر الأسد، عمل انتخابات وجدد الحيل وما في دولة، ولا في ناس انتخبت بالموجودين، ربحت أنا الانتخابات عمل شرعية. الحوثيين ارتبطوا بعلي صالح، صار عندهم شرعية مع علي صالح، قتلوا علي صالح، شرعية موجودة. إذن 14 أدور رغم كل الإيميلات اللي وديت لهم، هي انتخبوا رئيس جمهورية تحت الجوزة دون شرعية، ما عملوه رئيس جمهورية نسيب الحوت رأسا 10,000 بيعملوا حرج جمهوري عنده بيطلع لل60,000، بمرلوا هن الغرب حصل ميزان القوى. وقت اللي راح الزعيم الوطني الكبير سمير باك فرنجية برفقة أكبر زواتلي بالكرة الأرضية كمحامي الأستاذ سمير عبد الملك وأوبل وحسن نصر الله، ما بإيدن شرعية، حكيوا أمور بروبر وذهم، حكيوا أمور بروبر، بالسياسي ما في أمور بروبر. يعني مثلا حافظ الأسد لمن وجدوه، لمن أحمد السابت يلي بعدين تهموه على انه هو إلي كوهن، هو اللي قضمه وقال هذا احسن العسكريين ومرتب كتير، فخطير حافظ الاسد فحصوه عده مرات، لقيوا منو همجه ما بيحب الشو اوف وبيقتل مجرم
إذا المواصفات المطلوبة بسوريا بشخص مثله انوجدت فيه لحافظ الأسد، بس كان عندن نفس الشيء مثل جون عباد ونهاد المشنوق. كيف جون عباد بيروح على سوريا ونهاد المشنوق وبيقولوا له اللي بيقابلون من محمد نصيف ونزيل انه نرى كذا كذا مصلحة كذا، بيجي جون عباد بيردد اللي سمعه، هي تلاكي دي من حافظ الأسد، انه يا عمي وحدوا البارودي، وحدوا البارودي يا مسيحيين، هيك منا مزبوطة القصة، بكنت وحدوا البارودي. من تاني ميل بيودي لسليمان فرنجي، انت الزعيم الكبير بده تقسمهم، بس بيزتلون وحدة البرودي يعني بيحصل انفجار وبينضرب باب بعضهم. استعملها ميشيل عام، الشرعية بده يعملها بالمنطقة المسيحية، عملها بالغربية، تفرجوا تفرجيكين كيف بيشتغلوا. فكانوا يودهوا له انه يعني العقبة بدك تفرجي لبنان انه ما فيك، بدنا العقل يضربوا العقل بالقوة. عقل منظمة التحرير كان كمال جنبلاط، طلو عقل رفيق الحريري ووليد باك جنبلاط كان مروان حميدي، طلو لك واضحة يعني ما بدك كتير تتعلموه. إذن بواسطة هل الجعورية المقيدين أمثال جون عباد ونهاد المشنوق ويودوهن لهالناس، وحصل اللي حصل وشفته. أكبر هم أنه أبداً وحده البندقية، عرفه ما بتتوحد حافظ الأسد، وبيودي من ورا ستور نحن مأيدينك، نحن فخامة الرئيس، شو أنت اللي بتقول نحن بنعمل لسليمان فرنجية. إذا خلصنا منه وصورته وعرفينا كل كن، ما بدي دار ردة الكنهية. هلو لسبعتاش تشرين اللي أنتوا بالشارع حكيت لكم انه تعلمها بالشوار الاسد من اخطاء 14 ادوار، لح وقعد معه الشرعيه بيقول لك شرعيه شو كرسي ما عنده شيء ما عرفوا عملوه. انتوا بكن تخلقوا الشرعيه يومتها دولتنا بامريكا جاهزه هي والدول السبعه الصينيه والصين وروسيا يعترفوا بالشرعيه اللبنانيه. انتوا 17 تشرين في ملفات بكن تسمعوه. مثلا هالبنزين اللي يعطوه لسليمان فرنجية هذا مهر الأسد، طيب هالمصريات ويننا؟ كسر عن رقبته لبنان، يعني بدل وزارة الطاقة أو البترول كانت وزارة النفط تعمل 30 مليون دولار بالشهر، صاروا لسليمان فرنجية هول، بس مهر الأسد هي مصرياته كمان. هالمصريات اتبيضت لوندري ماني، لأنه منين كان يجيب النفط؟ اتفق هو وابن صدام حسين عدي والزكي عدي، شو عميل؟ قال له بعطيك نفط 400 ألف برميل بالنهار، لأنه محطوط سانكشن ضد العراق ب 14 دولار البرميل وهو حقه 34. سوري كرروا عنده وفرضوا على لبنان. إذا دولة لبنان خسرت. هل مال سليمان فرنجية أنت بياضة عملي لا مهر الأسد؟ المال بعد معك ولا لا؟ طه ونجيب مقاطع تليفون، شغلتين مهمين بالتليفون، بيقول لك الفاتورة أنت حكي كذا قضائي دقائق، ممكن منك حكي ربعه، كيف فيك تثبته؟ كيف؟ ويستعمل خطوط الدولة الانترناسيونال وياخذها لألو. بعض المصريات بيت الأسد معه، هيدا تبييض عملي بدنا إياه. عصام فارس بنكا، هل بيض عملي ولا بريء ما بيض عملي وبيع البنك ببلوس؟ بدنا انفستيجيشن، إذا بريء برافو عليه، إذا لا بدنا المصريات للبنان من بيت المئاتي ومن سليمان فرنجي ومن عصام فارس. بعدين انتو 17 تشرين هال الثلاثي كيبك كنت عملوهون، بترجعوا تفتحوا ملف الكهرباء بوزارة الطاقة
تبع ميشيل عام وولاده وأسرته. إذا هالأربع ملفات هول بإيدكم بيعملوا لكم شرعية. كيف؟ هلا بنرجع للياس الهريوي وعائلته وإميل لحود وعائلته. يقدرني لغط إميل لحود وسفيلته وسخطه. شو هي؟ أنا أول من كتب لصندوق النقد الدولة عدة مرات على الويب سايت تبعهم بيقولوا لك contact us، اكتب لهم واخد فوتوكوبي منه واعطيها للمحامي تبعه. فتح لن عينين على لعبة لبنان كلها، هني بيعرفوا أكتر مني بس أنا واجباتي أعمله. اليوم جروب لبناني شو عملوا؟ قدموا بمذكرة إلى صندوق النقد الدولة، يعني وعية اللي أنا بعمله. حكينا عن 14 أودور ما عملوا الشرعية، وحكينا عن صندوق النقد هول عمله. إذن أنتوا 17 تشرين بدكم تعملوا لجنة كوميتي تعمل هالملفات اللي عم بعطيكن إياها وبتقدموها إلى المؤسسات الدولية، ابتداء من الورد بانك، من تبييض العملة بوزارة المالية الأمريكية، إلى دول السبعة الصناعية بتبييض العملة. بكن تودوا كل هالملفات دوكيمنت يجرى تحية عليها الأمم المتحدة، محكمة الجينيات الدولية. لهاي انتو بتعملوا فوتوكوبي، بدكن تخلقوا شرعية لألك انت يحترموك مبرو. إذن هول خلصنا منه. البريء هذا بدنا إياه، نحن عن نبرم عليه. المنو بريء بده يتحاكم، والمصريات بدهن يرجعوا على لبنان. بيت حافظ الأسد اخدين من عنا من لبنان 130 مليار دولار، 130 مليار دولار هو المال بدنا إياهم. بقيوا بيت الأسد، روحوا بيت الأسد، بدنا هالمال، هيدا مال الشعب اللبناني، بدكن تساعده. هلا ترجع لكلمة الوزير مروان حميدة بكل الانترفيو تبعك، فرد كلمة مهمة كتير، قلت حافظ الأسد وما وراء حافظ الأسد. ما وراء صحيح الحكي. أنا رح أعطيكن كل كم معلومات تسمعوها، ولا حدا يضيري ليك. دولة إسرائيل هي قائدة دول الهلال الخصيب، أكيد أكيد قائدة الشرق الأوسط، بس خلوني بالهلال الخصيب. إذن ما في حل لدول الهلال الخصيب إلا من دولة إسرائيل. ساهموا بمجيء عبد الناصر ولعبوا دور كبير، لعبوا دور كبير وجابوا حافظ الأسد وحطوه. هني جابوا النظام الإيراني وجابوا الخميني وشيلوه وحطوه. هني 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 كله هذا كذب بعدين اللي بتسمعوه. هني جابوا صدام حسين وهني جابوا معمر القذافي. ومثل ما حافظ الأسد عنده هول هالبارازيت أمثال جون عباد ونهاد المشنوق، هني عندهم ملايين يوجهوا تلاقي ده وهني قاعدين برا. إذن هني اللي بيوجهوا حافظ الأسد كيف بيستعملها بوسط جون عباد ونهاد المشنوق وكريم بقردوني وهاللي كانوا يروحوا على سوريا وميشيل سماحة وكلهم. ميشيل سماحة هو اللي حط الأسامي اللي لازم ينقتله، هو 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 هذا ميشيل سماحة. هني كلهم خوخ اللبنانيين. خلوني كفة. الأوسخ من الأسفل من كل نهار ميشيل عام، بس روتي الوصول بهدوء. إذن 17 تشرين سمعتوا أشو داركن هلو؟ شو بدكن بقى من الشارع؟ ما في لزوم للشارع. اعملوا هالمذكرات وحطوا الأعلام اللبنانية وما تشتغلوا عضا، ما في شغل، ما تساعدوا الاقتصاد إنه يقلع عضا، تركوه هون ياكلوا بعضهم. وبدكن تنزلوا على الشارع عضوا على التروتوار حاملين الأعلام اللبنانية، ما تقعدوا على الطريق العام، على التروتوار مرة السيارة بيهوبتولكم،
شو عاملين انتو؟ حطين الماسك، العلم اللبناني شي بيغض العقل، والعلم اللبناني كل واحد عند بيته يحط العلم اللبناني. في ايام جيبوا الطنجرة والملعقة ودقوا على الطنجرة، ما بده شيء، ما في لزوم تزعجوا الطرقات بشيء. بس الملفات تكتبوا عنه ليكو هيدا الجروب اللبناني المحاميين، هالمذكرة اللي ودوها للبنك الدولي، هيدا شغل، هيدا شغل اسمه شغل. هلو نحن امام خيار واحد، دي نتعيش مع بعضنا اليوم المرحلة مع عيد التعايش. هلا عم بيحكوا عنكم في لبنان كونفدرالية، كونفدرالية شو حكم ذاتي مالي وما بعرف شو إدارة، يعني تقسيم تقسيم، ان احنا ما بقى نعيش مع بعضنا. اذا ليش بدنا نجي ونعمل جعورية على بعضنا ونتعب زلعيمنا؟ بدنا سايكس بيكو جديد إسرائيلي، الأمبريلا إسرائيل، وكلنا تحت هالأمبريلا 100 سنة. ما رح نوعى قبل، بعد 100 سنة منشوف إذا بنرجع نتفاهم مع بعضنا. إسرائيل بتدير الاقتصاد، وإذا ما بدها تديره نحن منعلمها مثلا، شو منعلمها باعتسير، يعني نحن بنشرح هالوضع، الاقتصاد بيكون ماشي. هالأمبريلا هي اللي بتقيد كل شيء، مثل البنك عنده 100 ديبارتمون، كونسومر وويلسي كاستمر وبرايفت بانك وانفستمنت بانك، نفس الشيء. إسرائيل هي الأمبريلا وكله تحت هالأمبريلا، هذا الحال، اللعبة كلها بإيده. دول السبعة الصناعية مع الصين مع روسيا ما قالن شيء، بقصة الهلال الخصيب ما حدا بيده شيء إلا الإسرائيلية. نحكي بصراحة، بصراحة مثل ما هي، الفلسطينيين بسايكس بيكو جديد إسرائيلي بدكن دولة، هالدولة بدها تكون برات أرض الميعاد، أو بدكن تضلوا يضحكوا عليكم؟ يا ريت حصل نصر الله، وليل مجيرير بصغرتان بيضحكوا عليكم. عيد الجاي منصلي بالقدس، لك خلي يصلي بحور تحريك بالمسجد بالأول، هذا اللي حوطت لحيته وحوطت العباية ما قالوا علاقة شي بالإمام علي. الإمام علي بن أبي طالب هو إمامنا، إمام العرب وإمام المسلمين، إمامنا نحن المسيحيين قبل غيرنا، هو ما قالوا علاقة بالموضوع، هو عامل لحية والعباية تبيع ويشتري. إذا بدنا سايكس بيكو جديد إسرائيلي، ولا بقى تضيعوا هالوقت. انا باكد لكم دولة درزية جاي من السويداء بلبنان الى شوف لبنان، ما بعرف اذا بتمتد الحاصبيه، ما بفهمها بالخريطه، تفصل كليا بين اسرائيل وباقي الكونتونات. فلسطينيين بدكم من حوران للشام تنمشي فيه، ما بتكون رعايته، شو بينفع العيب؟ عيّتوا وطنيين قبل منكم بكتير، ابتداء من بن بركة. وينو بن بركة؟ اخ شو بدنا بقى، خلونا نشيل كل هالدنيا كلها ونفهم. لك يا جماعة ما حدا منكم بيقرأ كتاب؟ لك يا جماعة ما حدا منكم بيحلل الكتاب؟ 14 أدور ما سمعوا علي، بتمنى أنتوا تسمعوا علي. كم يدا هالفيديو يقعدوا هيك 3-4 خبراء، خيّد ايش عم بيحكي هالزلمة، يمكن تلقوا الزبدة، يمكن لا تلقوا وطيفة هالحديث ما له قيمة. اذا 17 تشرين في ملفات بدها تنفتح، البريء صحتين على قلبه، مصريات بيت الاسد موزعين، مثلا في مصريات حطتها ماهر مع ابن حمي باسل، بس الجدعان موظف له ب ب بساوس امريكا، ما بعرف وين، بساوس افريكا، بساوس افريكا، ما بعرف اذا في دوله تانية افريقيه. هذا كله تبييض مال، مرق هلبنان، مرق هالمال من لبنان تصور شرعي، بيعرفوا 100% الياس الهراوي، بيعرفوا ايميل لحود، وبيعرفوا اللي عينوا جابوا بروكر من الميري لانش عن يبرم عزبونتي ياخدوا عمولة
بيقول لك كانوا يعطوني معيش الماريلانش تفه كون خرا ولا ليوت سلامة كون خلا إيه ديفيد سميس أنت تيعطوك المعيش أنت بدك تجيب زبون العربي تيذبحوه أنت شغلتك تجيب زبون العربي أنت فيك تجيب روني كومب روني 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 سواريز أو فيك تجيب ديفيد سميس أنت منين بدين كيف بيأمنوك على المال شو هني ولاد هالأوروبيين والأمريكان وبيعرفها البنك المركزي والإدارة اللي موجودة كيف عم بتتم تبييض العملة من 92 وطولة أنا عم بقولكن مثل ما هي نتواجه بالمحاكم بأمريكا يا أهلا وسهلا مع أن نخاف أبدا بس أنتو 17 تشرين أنا عندلكن على الطريقة تقعدوا على التروتوار وجيبوا كروسي معكن وعضوا احملوا ولا تزعجوا شيء باب البنك هيدا باب البنك عضوا هون وعضوا هون تركوا مفتوح للبنك تتفوت الناس وتطلوا المتجر بين متجر ومتجر عضوا بين دكاني ودكاني بدكن تعملوا ملفات ايه دعيوت ما في لزوم ملفات ملفات حتى العالم يسمعكم ويقتنع تقدروا تبنوا اقتصاد وتبنوا دولة اما بناء دول الهلال الخصيب بايد دولة اسرائيل ليه بقت برما ليه على اليمين وليه على الشمال انتوا اللي بتحكوا فرنساوي الوطنيين ايه روحوا عند الفرنساوية قولوا لنا احنا بدنا مع اسرائيل نحن هيدا هالمشروع منحب نتفاوض عليه مع الإسرائيليين شو معنيت نتفاوض شو من الناد للناد ما في لاد للناد نحن هيدي وجهة نظرنا للهلال الخصيب إذا بتحب الإدارة بدولة إسرائيل تحكي معنا مستعدين ما بيحبوا ما فينا نعمل شيء نفس الشيء اللي بيحكوا إنجليزي للأمريكان اللي بيحكوا روسي للروس اللي بيحكوا تشاينيز للصينيين اللي بيحكوا إيطالي للإيطاليين بواسطة الفاتيكان هيدي وجهة نظرنا وجهة النظر واضحة دول الهلال سايكس بيكو جديد إسرائيلي 100% ليش بدنا ننطر 100 سنة تيطبق علينا هلا منطبق بأمركم هيدي هي ببقى تردوا على حدا طولت عليكم بعتذر بتمنى عليكم إن كنت تسمعوا 14 أدور معي تسمع لك ودي لن إيميليتهم تخبر ولك انتخبوا تحت الشجرة ولك انتخبوا تحت الجوزة ما يسمع وروحوا لعند حسن نصر الله ما معن شرعية تفاوضك ما بيدك شرعية هذا هالتكتيك فهموا الحوثيين وفهموا الإيرانيين على المواني وبالشعر الأساسي بيقول أنا انتخب جريت انتخابات وانتخبت كيف من انتخبت بأمركم بخاطركم وأهلا وسهلا فيكم.